ما في معكوية إسرائيلية. من متى الأولاد معاه؟ الأولاد معاه من شهرين ونص. لحظة هيدا طلع لك الحضانة. لحظة الدعوة إنه أنا بدي أخطف أولادي الصغار بدي أروحهم على غزة. أنت من غزة؟ وطلع فيها قرار إنه الأولاد يكونوا معي. لا ما طلع فيها قرار، الأولاد اتخذوا مني غصبا عني يعني. شو اللي صار هذا؟ هني كاينين من الساعة 9:30 فايتين عند الحاكم، كاين كمشروط الرفاحة باعت تقرير وطالب بيه ضحية. هسا الحاكم عامل البروتوكول وعامل كل شيء انه وكيل المدعي اجى على المحكمة واحنا ما اجينا وضحى الديون 12/9. كيف انا بجي هين حكى المحامي انه على 10 وانت حكيت لي على 10 الجلسة مضبوط؟ شو التلاعب اللي بصير هذا؟ شو التلاعب اللي بصير هذا؟ ليش مش احترام لقوانين المحكمة؟ انا حاساها مش محكمة شرعية هذه صارت. ليش هيك؟ ليش؟ ليش التلاعب هذا يصير؟ ليش انا بحكي مظبوط حقي انا؟ وعشان معاه محامي فات وسوى الجلسه بدون وجودي وبدون حضوري؟ ليش؟ قبل ما عاد الجلسه فات ليش؟ اتصل على المحكمه وحكى لهم بس انا مع 10 المحكمه. ليش؟ شو التلاعب اللي بصير هذا؟ قلت له انا في اولاد صغار في اولاد صغار يسمونهم 12/9 اولاد صغار في الشوارع حافيين. ليش؟ والله بدي قرار انا هسه قرار مؤقت ان اولاد هاي يرجعوا لها ريكودا. هذا اللي بدي اياه. انا بدي اخذ حضانه اولادي الي انا، انا ما بضمن شو بدي يصير بكره، يمكن هذا بقدر الله اول شيء انه يموت مات، شو بدي اعمل انا مع اهله؟ انه كل واحد بدي يفرق بيني وبين اولادي ويحرمني من اولادي ويتلاعب من وراي ينفرق عن عزمه عندهم. اسمع ليش بتعترض علي اقول انا موجود هين؟ ولا ديانة بتسمح لك إيش هذا يصير؟ لا 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 ولا قانون قوانين اليهود ولا قوانين العرب ولا قوانين المسيحية. هذه محاكم شرعية، هذه مش محاكم. اعملوا عكس كبير واكتبوا محاكم التوائية تلاعب من تحت القهوة هيك اكتبوا على الباب الرئيسي. لما نحن تلفنا حكونا على الساعة 10 قبل المحكمة. شو اللي بصير هذا؟ ألطشهم؟ طب ولما ألطشهم بدي أحطهم فانو بيت؟ تجيهم وتعالي للمحكمة أقول هاي ولادي. ما في قانون، القانون اليوم حط ولادك عندك بعد ما يكونوا عندك تعالي للمحكمة أقول هاي ولادي موجودين معي إثبات حضانة. إيش؟ إثبات حضانة. أمثال إذا زارت ولادها في مدرسة أو زارت أيوان. في محل ولادها مسكوا فيها قالوا يما ما بدنا مثل تاخذ ولادها معها على البيت وبعدين بتقدم إثبات حضانة ولادي موجودين معي. يعني قلت لو أطلع القانون بس أنا أخذ ولادي بحسنيش القانون؟ بقول لهم القاضي الاولاد عندي محترم القانون كويس القانون كويس بس اذا انت زرت اولادك اولادكم مسكوا فيك قال احنا ما مش رايحين نفلتك ابدا وراحوا معك اولادك هذا مش خطف لانه ما في قرار هذا اولادك بيكونوا موجودين في حضنتك. طب بتفتكر لو انا اروح على الجيب جبت اولادي في صالحي؟ انت ام الدم ماما. يلا تعال ماما يلا يلا ماما يلا. انا روحت على الدار خذ قرارات قرار من المحكمه خلاص جربوني يا ريت روحت سلام ماما انا بعده ايش ما مش مشكله يلا نروح على الدار هيني رايحين يلا ماما يلا يلا وقفي يلا هات هات نلعب يلا عدارنا يلا اطلع لا انت بتموت اطلع ابتسام اطلع ابتسام يلا حالي اسرعي عجيب اسرعي عوي اسرعي